واحد بيقول ما رأي فضيلتك في الناس الذين يطلبون فلوس مننا داخل الكاتدرائية وخارجها؟ انا مانع ان حد ياخد فلوس داخل الكاتدرائية، ممنوع اطلاقا. اللي عايز حاجة يجينا في المقر ويجينا في لجنة البر ونديله كل اللي هو عايزه، لكن يجي في الكاتدرائية ويعكنن على المصلين ويخليهم ينشغلوا بدل كلام ربنا ينشغلوا بالعملية دي مش صح. وعشان كده احنا منعنا من زمان الاطباء تمر اثناء الصلاة في الكنائس، لان وقت الكنيسة وقت صلاة مش وقت جمع اطباء. اللي يطلب فلوس حولوه علينا في البطرخانة واحنا نديله اللي هو عايزه.